خلونا نذهب للرياضة وأزمة حسين الشحات والأهلي يغرم حسين الشحات نصف مليون جنيه، ورابطة الأندية تحيل استئناف بيراميدز إلى لجنة التظلمات. وخلونا نقرأ بيان النادي الأهلي، محمود الخطيب عقد الاجتماع وقال ان هو طبعا مع لجنه التخطيط ولجنه الكوره وناقش ما حدث في المباراه بيراميدز وتحدث على الاحداث المرفوضه. الخطيب قال انه على الرغم من ان النادي الاهلي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها وقدم موسما متميزا، وده حقيقي، لكن هذا لن يكون مبررا للسماح بان يخرج ايا من العناصر او اي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة، لذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه. استكمال بقى الجزء الثاني من البيان مهم جدا. ناشدت لجنة تخطيط الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه ورابطة المحترفين الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية في كافة الأندية، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا وحكام الفيديو وغيرهم. خلونا نعرف ماذا حدث في اجتماع الاهلي، الناقد الرياضي محمد جمال، ماذا حدث في اجتماع النادي الاهلي النهارده يا استاذ جمال؟ استاذ رميس تحياتي وتحياتي لكل الساده المشاهدين. طبعا اللي تصدر المشهد في الايام الاخيره الى جانب سوء الانتقالات الى جانب الصفقات كان الأزمة اللي حصلت في مباراة الأهلي وبيراميدز، وكان بطلها حسين الشحات بالشكل السلبي. يعني إدارة النادي الأهلي نفسها كانت غاضبة، هي أول من بادرت بإصدار عقوبة فورية مقابل 300 ألف جنيه على حسين الشحات كعقوبة آنية بعد الحادثة مباشرة. والكابتن محمود الخطيب كان مستاء جدا من التصرف وشايف انه ما ينفعش حد بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي او قميص النادي الاهلي ويحصل منه تجاوز باي شكل من الاشكال، حتى وان كان تم استفزازه باي شكل من الاشكال. في الاخر ارتدائك لقميص النادي الاهلي بيجبرك على التحلي بمعايير معينه للتصرف، وده اللي بسببه عوقب حسين الشحات. خليني اقول لك انه من ضمن الكواليس انه كما قيل في البيان انه اتحط في الحسبان انه اعترف حسين الشحات واعتذر للعيب مره واعتذر تاني عما بدر منه من خلال السوشيال ميديا، وده وضع في الحسبان. العقوبه كانت هتبقى مغلظه اكتر من كده كعقوبه ماليه، وكان هيوضع معاها كمان ايقاف للاعب بعض المباريات او لفتره مع النادي الاهلي، لكن مع وضع في الحسبان اعتذار اللاعب وتقديما للاعب. ده الجانب الاولاني. اللي تشوفيه بقى في الجانب الثاني او اللي حصل كمان، هو بيحمي اللعيب، بيحمي حسين الشحات نفسه، بيطالب المنظومه بارساء مبدا العداله. وخلي بالك في رسائل ما بين السطور طبعاً في البيان طبعاً. انه بيتكلم على الاطار الانضباطي والاطار المالي، وحط خطوط كتير تحت الاطار المالي، لان دي مش المره الاولى اللي بيناشد فيها النادي الاهلي التحلي بوضع سياسات اللعب المالي النظيف في الدوري المصري فيما يخص رابطه الانديه وحتى اتحاد الكره. ده فيما يخص بالملف بتاع حسين الشحات وانتهى الامر. وخليني اقول لك انه مش هيحصل اي كلام تاني في قصه حسين الشحات. تم تغريم اللاعب، اللاعب تقبل العقوبه تماما، وتم ابلاغ الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بهذه العقوبه اللي كان حاضر للاجتماع انه خلاص العقوبه دي نهائيه. مين رفع العقوبه؟ هل كابتن خطيب يعني كان الكلام بعد المباراه انها 300 الف جنيه، هل كابتن خطيب بنفسه اللي رفع العقوبه؟ طبعا كابتن محمود الخطيب نفسه بما انه هو رئيس لجنه التخطيط. وخليني اقول لك انه ده كان راي جماعي، الناس كانت شايفه انه في خطا حدث لا يليق باسم النادي الاهلي ولا يليق بلاعب بقيمه حسين الشحات في التوقيت الحالي، فكان واجب انه يتم تصدير المشهد بانه اول من يعاقب حسين الشحات حتى قبل القرار بتاع لجنه المسابقات بايقاف حسين الشحات كما تنص اللائحه بالغرامه الماليه ال 20,000 جنيه زائد ايقاف مباراتين، كان الكابتن محمود الخطيب نفسه. الكلام بقى اللي ابتدى يتصاعد وهيستغنوا عن حسين الشحات وغيره، مدى حقيقته ايه؟ لم يطرح الامر من الاساس، لم يطرح الامر من الاساس. اصل مش معقوله يعني تصعيد زياده، يعني بصراحه ما هم اللاعبين يعني مش دفاعا عنه، انا امبارح كنت واضحه، ولكن ما في حاجات تانية كتيره بتحصل يعني. الامر لم يطرح استاذ رميس من الاساس انه بيتم عرض حسين الشحات
للبيع سواء على صعيد الاستغناء النهائي او حتى على صعيد الاعاره، لم يحدث الامر ولم يطرح داخل اروقه النادي الاهلي. القصه كلها كانت بتتكلم العقوبه هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هل عقوبه ماليه مع ايقاف داخلي، ولا العقوبه الماليه هتبقى قد ايه؟ لانه في سقف للكابتن صالح عبد الحفيظ فيما يتعلق بالغرامات، فالعقوبه لازم تيجي من اعلى من الكابتن صالح عبد الحفيظ فيما يخص لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ده كل ما دار في الساعات الاخيره، ما كانش طيب. مطروح من الاساس فكره الاستغناء عن حسين الشحات. طيب. وخليني اقول لك تاني، رغم كل هذه العقوبات النادي متمسك للنهايه بالدفاع عن لاعبه فيما تعرض ليه من اساءه، هو عاقبه على ما تم من طرفه، لكن اللاعب متمسك بحصول اللاعب على حقه. ازاي ده بقى؟ يعني بمعنى النادي الاهلي هيقدم لرابطه الانديه او للجنه الانضباط هيقدموا لها اي شكوى فيما تعلق متعلق بالاستفزاز بتاع الشيبي ومرفق بيها تسجيلات وفيديو لاحداث المباراه فيما تعرض ليه بقى حسين الشحات؟ وكان النادي الاهلي مصر انه اعاقب اللعيب بتاعي، يا عم اقترفه من خطا، لكن انا بحمي لعيبي وبدور على حقه وهفضل ادور على حق لعيبتي طالما هم ملتزمين، لو في خطا انا حسبته عليه خلاص. ايوه، يعني هيتقدموا للرابطه ولا لجنه الانضباط؟ لا، ما هو الرابطه هو بيتقدم للرابطه فيما يخص الواقعه، لجنه الانضباط هو اللعيب اتعاقب خلاص مباراتين كما في نص الاحد، القصه دي خلصت خلاص. طبعا هم مش هيتظلموا على القرار ده، هم مش هيتظلموا على قرار ايقاف اللاعب لمده مباراتين، هم هيطالبوا بمعاقبه الشيبي في الشكوى المقدمه من قبل النادي الاهلي مرفق بيها فيديوهات فيما يتعلق بالاساءات اللي عملها او الاستفزاز اللي عمله. الشكوى دي بقى هتتعلق بالصوره المنتشره دلوقتي ان هو قال لهم انتوا كانكم صغيرين شويه او لا، وحاجات ثانيه وفي بعض الحاجات جوه المباراه مش بس لقطه الاحتفال بعد الهدف. طيب ماذا عن هو الحقيقة كمان هو بيتكلم على العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية، هل هنا بيقصد البيان الحادثة دي بس، ولا كمان بيرجع بقى لقصة محمدي وهاني وغيرها في حوادث تعرض لها الأهلي ولم يحدث بها أي عقاب؟ لا، خليني اروح كمان لابعد من كده، هو بيقصد ده طبعا فيما يتعلق بالجزء التحكيمي وفيما يتعلق بمطالبته بتطوير منظومه التحكيم، اللي دي مش المره الاولى اللي اتكلم فيها مجلس اداره النادي الاهلي او لجنه التخطيط عن الامر ده تحديدا، وانه يتساوى بمواقف مشابهه حصلت، رقم واحد ما كانش الحكم فيها بنفس السرعه، رقم اثنين ما كانش الحكم فيها بشكل متساوي او التناول بتاعها من خلال الرابطه او من خلال العقوبات بشكل متساوي، ده رقم واحد فيما يتعلق بالجزء التحكيمي وفيما يتعلق بالقضيه بتاعت حسين الشحات، لكن كمان هو كان عنده مطالبات كتير زي ما قلت لك. طيب. باسباب انضباطيه وفيما يخص الجوانب الماليه كمان. طبعا شكرا نقد رياضي محمد جمال.